أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على تبعات الحرب والمعاناة الإنسانية المتفاقمة في اليمن. دعت الأمم المتحدة الدول المانحة لتوفير 4 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية، وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن على الدول المانحة توفير الدعم اللازم لإنقاذ ملايين اليمنيين الذين يعيشون أسوأ أزمة إنسانية في العالم. أشار لوكوك إلى أن نحو 85,000 طفل قضوا بسبب المجاعة منذ عام 2015، في حين أصيب مئات الآلاف من الناس بالأمراض العام الماضي. هذا ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة مؤتمرا في جنيف غدا الثلاثاء لدعم خطط الاستجابة الإنسانية بمشاركة عدد من الدول المانحة، وهو ما يجعل الكثيرين يعولون أمالهم على المؤتمر للتخفيف من معاناة اليمنيين. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: إلى أين انتهت تطورات الأزمة الإنسانية، وما الذي قدمه العالم بهذا الصدد، وما الذي يمكن أن يأتي به مؤتمر الاستجابة الإنسانية على صعيد تخفيف معاناة اليمنيين في الداخل. نحو 85,000 طفل قضوا نتيجة المجاعة منذ عام 2015، في حين أصيب مئات الآلاف من الناس بأمراض متنوعة وبدائية سبق وأن تخلص العالم منها. ذلك ما ورد على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، وهو يدعو الدول المانحة لتوفير 4 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن. وذلك أيضاً ما تبرع به الأمم المتحدة التي أجادت الحصر والتوصيف واستجداء الدعم المادي مقابل فشلها في العمل الجاد على إخراج اليمن مما تعاني. فشلت الأمم المتحدة في دورها السياسي كوسيط في الأزمة اليمنية على مدار 5 سنوات الماضية، وبدا دورها عقيماً وعاجزاً عن إنتاج الحلول رغم تعدد المبعوثين. وفشلت أيضاً في التعامل مع الوضع الإنساني وإيصال المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها بالشكل المحايد. وهذا القول يستند على ما أثمرته تلك المساعدات التي تحولت في جزء منها إلى اقتصاد حرب تستفيد منها الميليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو فشل يتناسب مع حجم الدعم الذي حصلت عليه المنظمة وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتفاقمة يوماً بعد آخر. وبالتزامن مع دور الأمم المتحدة وما يمكن أن يقال عنه سلباً أو إيجاباً، ترتفع أنات اليمنيين في الداخل ويعلو صوت النداءات ويكثر الحديث في وسائل الإعلام عن أزمة إنسانية هي الأسوأ في التاريخ، لكن ذلك كله اصطدم بصمم أصاب العالم في ضميره وجعل من معاناة الناس أداة من أدوات الصراع والنفوذ السياسي. نبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة المصرية القاهرة، مدير دائرة الدراسات في وزارة حقوق الإنسان وليد الأبارة. أهلا بك أستاذ وليد. إذن مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يقول أن أكثر من 85,000 طفل توفوا في اليمن خلال العام الفائت جراء المجاعة حسب تصنيف الأمم المتحدة، هذه هي الأرقام. بالنسبة لكم أنتم في وزارة حقوق الإنسان، كيف تنظرون إلى هذه الأرقام الصادمة؟ مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين. أولا، تعريف الأزمة الإنسانية بالنسبة للأمم المتحدة هو أن هناك مجتمع معرض حياته وكرامته للخطر. فيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية هي لا تنحصر فيما يتعلق بالإغاثة وأيضا المواد الطبية والإيوائية، وإنما أيضا تشغل الاستجابة الإنسانية حيز رئيس وهو الحماية، أي حماية المدنيين من القتل، وأيضا حماية الفئات الأضعف مثل الأطفال والنساء. ولا شك بأن الأطفال والنساء هم الأكثر تضررا من هذه الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي منذ العام 2014 وحتى هذه اللحظة. فيما يتعلق، هناك بالفعل أرقام كبيرة وصادمة. هذه جماعة إرهابية انتهكت كل القوانين الدولية أيضا وقوانين حقوق الإنسان وأيضا قوانين القانون الدولي الإنساني. تستخدم المدنيين كدروع، تفجر المنازل، تستخدم الألغام البرية والبحرية،
تستخدم القذائف شديدة الانفجار، تمنع وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها، تعذب حتى الموت. إذن كل أشكال وأنواع جرائم الحرب قامت بها وتقوم بها بشكل شبه يومي ميليشيا الحوثيين منذ انقلابها على مؤسسات السلطة السورية وحتى وقتنا الراهن. فيما يتعلق بما قامت به الأمم المتحدة، صحيح أن الأمم المتحدة رفضت مجموعة كبيرة من المبالغ سواء في خطة الاستجابة الإنسانية للأعوام 2015-2016 و2017 و2018 التي قدرت بثلاثة مليار وهي الأكبر، والآن هناك موازنة مرصودة بقرابة 4 مليار دولار. ولكن فيما يتعلق بموضوع الحماية، وجدنا أن الأمم المتحدة لم تقم بما يكفي بدورها فيما يتعلق بحماية المدنيين من الحرب، إذ لم تقم بأي شكل من الأشكال بحماية المدنيين، لم تقم بأي إجراءات رادعة يمكن أن تعطل فاعلية استخدام الحوثيين لهذا السلاح لترتكب ضد المدنيين، وأيضا لم تقم بتنفيذ عقوبات من أي نوع كان على قادة الحوثيين خصوصا الأمنيين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ولا يزالون يرتكبون جرائم حرب حتى وضعنا الراهن. فيما يتعلق بالأربعة المليار، دعني أقول على أنه اليمن على سبيل المثال لا يحتاج فقط المساعدات الغذائية والحبوب والقمح على سبيل المثال، إجمالي مرتبات موظفي الخدمة المدنية لا تتجاوز 70 مليار ريال يمني، وهذا المبلغ كان يفترض أن تحدد آليات معينة سواء فيما يتعلق بصرف هذه المساعدات، وخصوصا وإن يكون هناك خطتين لا خطة واحدة، خطة في المناطق المحررة وخطة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات. في المناطق المحررة ما يحتاجه المواطنون اليوم بالدرجة الرئيسية هو إعادة مؤسسات الدولة الخدمية وإعادة تأهيلها وتدريب العاملين فيها، وأيضا دعم قدرة البنك المركزي بتوفير السيولة الصعبة، وأيضا إعادة وتأهيل البنية الصحية والتعليمية في المناطق المحررة. فيما يتعلق بالمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات، لا بأس على التركيز في بإيصال المساعدات الغذائية والطبية بالفعل، لأن الميليشيات تحكم قبضتها على المواطنين الواقعين تحت سيطرتها، وهم بالفعل يتعرضون لشح الغذاء والدواء نظرا لما تفرضه من إتاوات، ونظرا لعملية النهب المستمرة التي تقوم بها على مداخل المناطق التي تسيطر عليها وفرض إتاوات جمركية وضريبية إلى آخره. طيب سأعود لك أستاذ وليد. ينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن أيضا المنسق العام للجنة العليا للإغاثة الأستاذ جمال بالفقي. أهلا بك أستاذ جمال. استمعنا وتابعنا تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة حول إلى الحيز الذي وصلت إليه الأزمة الإنسانية والوضع الإنساني في اليمن. أنتم في اللجنة العليا للإغاثة، ما هو توصيفكم للوضع الإنساني الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الوضع الإنساني سيء جدا، وخاصة يعني في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي. الحقيقة أن تصريح المنسق للأمم المتحدة والشؤون الإنسانية بالنسبة بخصوص الوضع الإنساني باليمن بشكل عام، الذي دائما تتم التقارير من خلالها أن تنبأ بكارثة كبرى، أتمنى من خلال الأربع سنوات الماضية لحد الآن المبالغ المالية التي تدفق إلى الأمم المتحدة خلال النظمات التي العاملة في اليمن لا تصل إلى المحتاجين بشكل كبير بحكم تعثر إرسال الإغاثات في كثير من المناطق. ولهذا أتمنى من في فترة حتى الاستجابة 2019 أن تنوه الحكومة بالموضوع هذا، بأن تتحول عملية التقارير التي توصل إليهم إلى معالجات حقيقية بإيصال الإغاثات بشتى الطرق لجميع لكل فرد في اليمن، سواء كان في المناطق التي المناطق الشرعية ومناطق تحت احتلال الحوثي. لكن بالطرق الماضية لحد الآن الانتهاكات التي تحصل من الحوثي، وكذلك عدم إيصال المساعدات، وكذلك غض الطرف عن كثير من الامور، عدم الادانه في عدم فتح الطرق امنه لايصال العمل الانساني الاغاثي الى المناطق التي تحت سيطره الحوثي وسيطره الاغاثات ونهب الاغاثات،
هذا لحد الان لم تتم المعالجات الحقيقيه، وخلال 4 سنوات مليارات الدولارات استلمها المنظمات الدوليه لم تفي بعمليه يعني سد رمق اي فرد من الافراد الذين هم بحاجه الى هذه العمل الانساني والاغاثي. كذلك الان خط استجابه طالبين 4 مليار دولار، يجب ان تكون تنظم العمل الانساني الاغاثي من خلال المناطق الشرعيه بنقل جميع مكاتبهم الى محافظه اقتصاديه عدن، ويعتمدوا على لا مركزيه في العمل الانساني والاغاثي، ويستفيدوا من كل المنافذ البريه والبحريه في اليمن، ليس الاعتماد بشكل كلي على امن الحديده. طيب اعود للاستاذ وليد الاباره، اذا نقطه مهمه اشار لها الاستاذ جمال بالفقيه فيما يتعلق عدم وصول المساعدات الإنسانية مع كل الخطط التي تقدم والتقارير لمستحقيها بسبب الصعوبات التي يتم الحديث عنها دائما، وهذا ما يجعل السؤال المطروح اليوم عن حجم هذه المساعدات ومصيرها. هناك بالفعل هوة كبيرة بين قائمة المستفيدين وأيضا الأموال المرصودة. دعني أقول على أن الأموال المرصودة للأزمة اليمنية المصنفة بأنها الأزمة من الدرجة الثالثة، أي أعلى مرحلة وأخطر مرحلة من مراحل الأزمة الإنسانية في هذا القرار. فيما يتعلق بالمبالغ المرصودة، هي على الرغم من أن الأمم المتحدة حشدت 3 مليار كما قلت لك في 2018، إلا أن المبلغ المرصود هو 80% فقط من إجمالي المحتاجين. ايضا في هناك العديد من الدراسات تقول بانه فقط 60% تم ايصالها الى المستفيدين او المحتاجين، بينما 40% لم تصرف اساسا، اي بانه كان هناك اعاقات لوجستيه لم تتمكن منظمات الامم المتحده العامله في العمل الاساسي الثمان وكذلك المنظمات الدوليه المختصه، انت لم تجد بابا لتنفيذ هذه المدخرات او هذه الاموال. ايضا في 60% التي وصلت الى الجمهوريه اليمنيه لم تصل الى المستفيدين بشكل رئيسي، وهناك الكثير سواء من العوائق اللوجستيه او من حيث الرتابه البيروقراطيه، وايضا من خلال ممارسات الحوثيين الانتهازيه واللصوصيه وكثير الكثير من المعوقات التي تحد او تمنع من وصول المساعدات الغذائيه للمستحقين. على سبيل المثال، المبالغ التي تقوم الامم المتحده بارسالها للوكلاء المحليين في صنعاء يمنع البنوك التي تحت سيطره الحوثيين استلام سواء مثلا في مدينه صنعاء فقط باليوم 1000 دولار، وبالتالي حينما يكون هناك ازمه طارئه في احد مديريات حجه على سبيل المثال يحتاج الشركة المحلية للبقاء على أبواب البنك لمدة شهر كامل حتى يستوفي المبلغ المخصص للإغاثة، ومن ثم يقوم بإجراءات شراء البضائع ونقلها أو المعونات الطبية ونقلها إلى عالي جبل حجة. بمعنى هناك الكثير من المعوقات، بالإضافة إلى أن كان هناك خطأ استراتيجي مركزي فيما يتعلق بإدارة المساعدة الإنسانية في اليمن، إذ كان يصر المجتمع الدولي على والمنظمات الدولية على إرسال على التعامل المركزي مع الحوثيين في صنعاء، إرسال المساعدة الغذائية إلى صنعاء أولا ومن ثم يتم توزيعها على بقية المحافظات، وهذا بشكل أو بآخر يستفيد منه الحوثيين إذ يعرقلون وصول المساعدات أو إرسال المساعدات من صنعاء إلى تعز على سبيل المثال. طيب هذه المليارات وملايين الدولارات التي ترصد للدعم الإنساني في اليمن، هل هي يفترض أن جميع هذه المبالغ وهي شاملة للمساعدات أم فيها مصاريف ومرتبات وأجور للعاملين في المنظمات الدولية؟ وإلى أي حد هناك شفافية في الكشف عن الحسابات؟ لا شك بأن إدارة العملية الإنسانية هي شأن من شأن الأمم المتحدة، ولا شك بأن الأمم المتحدة ليست مؤسسة مالية، أي بأن هناك جزء من هذه المبالغ المرصودة يتم تغطية بها تكاليف النقل، تكاليف الإدارة وإلى آخره. لكن هنا فيما يتعلق بهذه المسألة لا يوجد شفافية محددة أو آلية ومعايير معينة، ولكن على الأقل هناك نظام دولي إنساني وهناك الكثير من المعايير. حقيقة لا أستطيع أن أجزم بأن هناك عملية فساد كبيرة فيما يتعلق موضوع الإدارة والنقل، ولكن
الأمم المتحدة متواطئة أو منظمات الأمم المتحدة، هناك تواطؤ كبير جدا فيما يتعلق بتخزين المناطق التي يتم تخزين فيها الغذاء والمناطق، وأيضا التعامل الرأسي مباشرة مع الحوثيين، على الرغم أن هناك أكثر من 8 تصريحات من وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للغاثة ووزير حقوق الإنسان أيضا، ومن الحكومات الثلاث سواء حكومة الدكتور بحاح أو حكومة الدكتور أحمد عويد بن دغر، وأيضا حكومة الدكتور معين بن معين عبد الملك، والتي تطالب بمركزية العمل لغازي، وأيضا على أن يتم إيصال كثير من المساعدات إلى ميناء عدن، على الرغم من أن ميناء عدن هو ميناء استراتيجي وهو يعد الميناء الأول في اليمن، لكن المنظمات الإغاثية كانت تصر فقط على التعامل مع ميناء الحديدة. كل هذه الإشكاليات أيضا كانت تسبب الحوثيون لم ينفذ لديهم الوقود، على الرغم من 5 سنوات من الحرب لم ينفذ لديهم تم استخدام كثير من هذه الإغاثة لبيعها في السوق السوداء، نشأت طبقة ثرية جدا من خلال الاستفادة من هذه المساعدات. تم أيضا يتم الضغط على مسؤولين في صنعاء أو المنظمات المحلية والشركاء الذين يعملون سواء بارتباط مباشر مع الحوثيين أو موالين لهم عن طريق الظل، يقومون هم بالضغط على مسؤولي الحارات والمناطق القبلية، وأيضا تحديد من هم المستفيدين والذين يكونون غالبا هم حوثيون أو من الذين يذهبون إلى الجبهات، وبالتالي كثير من هذه المساعدات لا تذهب لمستحقيها. هناك عملية فساد كبير جدا يتعلق ما بين الشركاء المحليين أيضا ومنظمات الأمم المتحدة، وإلى هذه اللحظة لا يوجد حقيقة دراسة دقيقة ونوعية يمكن من خلالها تحديد من خلالها كم أو حجم كمية الفساد. طيب أعود للأستاذ جمال بلفقي. أستاذ جمال، ما مقدار ما يصل إلى اليمن من مساعدات مقارنة بحجم الاحتياج؟ الحقيقة حجم الاحتياج كبير جدا، والمبالغ الذي تأتي لليمن بجهود فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإغاثة لحشد الجهود لإيصال الأموال لليمن بشكل كبير. طبعا هي المبالغ التي تسلم الأمم المتحدة أو كذلك المنظمات الدولية، حجم المساعدات تصل لليمن أقل بكثير بحجم الأموال التي يستلموها أولا. ثانيا أن عملية الميزانات التشغيلية وإدارية كبيرة جدا، بحيث أن المبالغ المتبقية هو تصل إلى 55% في عملية 40% ميزانية تشغيلية 15% ميزانية إدارية. المبالغ التي تصل للمواطن هي يعني لا تساوي تقريبا حوالي 45%، وال 45% عندما تنفذ المشاريع في داخل اليمن ما توصل إلى حد الآن 60-70% تنفذ المشاريع. المبالغ المتقدمة يعني في مثلا في خطة الاستجابة 2018 استلمت تقريبا 3 مليار دولار، اللي هي خطة الاستجابة حق 2018 هي 3 مليار استلموا حوالي 2 مليار منها حوالي تقريبا مليار دولار من التحالف العربي بقيادة المركز العربي السعودية والمركز المسلمات والإمارات والكويت حوالي مليار و250 مليون دولار. هذه المبالغ الكبيرة هذه نستلمها لم نرى فيها بشكل كبير، لأن اعتمدوا على شركاء موجودين حوالي 80% من الأموال من المواد الغذائية تروح إلى الحديدة طبعا للحوثيين لجماعة الذي هم دائما يقوموا باستخدامها في مناطق أو في أشياء لا تلبي احتياجات المواطن، وما حصل في عملية إحراق صوامع الخلال المرة الأولى ومنع الأمم المتحدة للوصول إلى الصوامع. هذه دليل واضح أن كل الإغاثات التي توصل إلى الحديدة لا تروح بشكل جدي إلى المواطنين. نحن نتحدث الآن عن المستقبل، يجب أن يكون في المستقبل أولا تنقل صوامع الغلال كلها إلى المحافظة الاقتصادية عدن وفي المكلة في المناطق اللي فيها صوامع الغلال، ومن خلال ممكن نضمن بوجود الإغاثة لا تتم سواء كان سواء إحراقها أو كذلك السطر عليها. كذلك استفيدوا من 22 منفذ بري وبحري وجوي لإيصال الإغاثات لجميع مناطق الجمهورية عبر شركائنا أو شركاء اللجنة العليا للإغاثة وبإشراف، يعني طبعا في اللجنة العليا للإغاثة مهمتنا هو التنسيق والإشراف
وفتح المجالات لهم بشكل اكبر، نحن ندخل في اعمالهم. عندما تتم العمليه بالشكل المرضي لجميع الاطراف، وكذلك اللامركزيه في العمل الانساني والاغاثي الذي حجزت في الامم المتحده في 2018 بتوجيهات مباشره من فخامة الرئيس عبد الله المنصور هادي، بان تكون العمل الانساني والاغاثي توزع في المناطق، يعني مثلا محافظه تعز وهيب هي اقرب منها في عدن، اقرب منها من الحديده، ولهذا تضمن خطوط امنه توصل الى المناطق هذه عبر شركائنا. طبعا هي حشد الاموال هذه التي تاتي باسم اليمن، يجب نحن بشكل من ناحيه ادبيه ان تكون الحكومه اليمنيه على الاقل مشرى تنظيم العمل الانساني والغاثي، ومشرف على هذه الاموال بشكل مباشر ومتابعتها. وهذا هو السؤال، هل لديكم هل للحكومه اي اطلاع على هذه الارقام والمبالغ التي ترصد للخطط الاستجابة الإنسانية سواء في العام 2018 أو الخطة القادمة؟ طبعا الحكومة هي طبعا تقرهم الآن، وجود دولة رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الإغاثة الآن بجنيف من أجل نقاش، يعني نقاش خطة الاستجابة وحشد الأموال لليمن. فطبعا هم بيعملوا جهود كبيره، لان في الاخير هم مواطنينهم سواء كان في الشمال او في صعدة او في الجنوب في حجه او في الجنوب في سيلحق او في المهره، يعني احنا مسؤولين على كل مواطن في الجمهوريه اليمنيه من اقصاه الى اقصاه او في الشرق او في الغرب، لكن يكون في تنظيم العمل الانساني الغاثي، ولازم تكون في يعني وحده معلومات متكامله. يجب ان تكون في المستقبل فعلا يكون في جهود كبيره للعمل الانساني الغاثي، ويكون في صلاحيات اكبر للجنه العليا للاغاثه، يكون في تنظيم العمل الانساني والاغاثي، ويكون فعلا في رقابه فعليه وفي متابعه لذهاب هذه الاموال. نحن نتحدث الان عن المرحله الثانيه في العمل الانساني والاغاثي، ان لا زال الناس بحاجه للاغاثه، لكن احنا بحاجه نحن في عمليه الانتقال الى في سبل العيش للمرحله الثانيه اللي هي تقريبا في خطه الاستجابه هذه ستحدث تقريبا 60% من العمل الانساني والاغاثي للتنميه لاعاده الانعاش المبكر بالنسبة لمساعدة الشباب في الحد من البطالة ودخولهم في سوق العمل، كذلك بعض الأشياء اللي ممكن تعمل في نوع من التنمية بحيث أن الناس لا ينتظرون السلة الغذائية بقدر كيف يقدروا أن يتعايشوا مع المجتمع، ولازم يمروا يعني مرت الأزمة خاصة في المناطق المحررة، ويجب أنها يعيشوا الناس بشكل أفضل في المستقبل. طيب يعني سأعود لك أستاذ جمال، لازم يكون في خطط مستقبلية. طيب لازم يكون في تكاثف. سأعود نتحدث بشيء من التفصيل عن المؤتمر الذي من المقرر أن ينطلق في الغد، مؤتمر الاستجابة الإنسانية في جنيف السويسرية. أستاذ وليد، مع انطلاق المؤتمر في الغد، ما الذي يمكن أو المتوقع من هذا المؤتمر فيما يخص التخفيف من معاناة اليمنيين؟ دعني أقول لك أمرا واضحا وصريحا، الجمهورية اليمنية في السنوات الماضية لم تمارس سيادتها الوطنية على العمل الإنساني. منظمات المجتمع الدولي ابتزت الحكومة الشرعية منذ بداية الحرب وقالت إما أن تعمل بحرية مطلقة أو لن تعمل، وبالتالي ظلت هذه المنظمات تعمل بدون رقيب وبدون حسيب. أيضا وزارة التخطيط والتعاون الدولي المعنية بإبرام العقود مع هذه المنظمات والسمح لها بالدخول للأراضي اليمنية لم تكن قادرة على استيعاب بشكل أو بآخر عمل هذه المنظمات والإشراف عليها والتأكد من أعمالها وميزانياتها والأجندة التي تعمل وفقها، وأيضا الأهداف والتنسيق على ما هي الأهداف التي يجب أن تعمل عليها. في عام 2018 رأينا في منذ بداية العام كان هناك تصعيد جدي وعملي من قبل الحكومة الشرعية. نأمل في 2000 كان هناك مطالبات أيضا أن تكون الحكومة شريكة رئيسية في بناء خطة الاستجابة للأمم المتحدة. الآن أعتقد على أنه يجب أولا وقبل كل شيء أن يثمر هذا الضغط على أن يتم الضغط على المنظمات الدولية أن تعمل بالتنسيق مع الحكومة الشرعية وألا تذهب إلى أي منطقة من أراضي الجمهورية اليمنية بما في ذلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الإنقلابيين إلا بموافقة الحكومة اليمنية باعتبارها الطرف المعترف به دوليا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ماذا عن إمكانية الاستجابة من المنظمات الدولية لهذه الضغوط التي تتحدث عنها أن الحكومة تطالب بإعادة سيادتها على العمل الإنساني في اليمن؟
هذا وارد جدا. نحن الدولة ونحن الدولة منذ 5000 عام إذا ما كان هناك موقف جدي وحاسم من قبل الحكومة ورئيس الوزراء حقيقة يتواجد هناك بجنيف. هذا التمثيل العالي وذهاب رئيس الوزراء أو دولة رئيس الوزراء إلى جنيف وتأكيد على مستوى الجدية من قبل حكومته من أجل فرض أو إعادة السيادة اليمنية على العمل الإنساني مجددا بعد أن ذهب قرابة 4 سنوات. وأعتقد على أنه سيثمر رئيس الوزراء يعني ماذا يريد بالفعل. وأتمنى في الغد أو خلال هذه أو خلال هذا المؤتمر أن يستجيب أو تستجيب المنظمة الدولية وأيضا الأمم المتحدة على مراعاة السيادة الوطنية وأيضا التنسيق بشكل مباشر مع الحكومة الشرعية وتفادي التواصل المباشر مع الحوثيين. هذا سيساعد بشكل كبير جدا على تحديد الأولويات وأيضا بناء خطة تنسجم مع حاجات المجتمع في المناطق سواء في المناطق التي تتعرض للحرب أو المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية وأيضا المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين. نحن نتحدث عن 3 أجزاء من الأراضي الجمهورية اليمنية، لكل جزء من هؤلاء خصوصيات، والمناطق التي تحت الحرب أو لا تزال تشهد اشتباكات تحتاج بشكل أو بآخر نوع معين من حالة الطوارئ الإنسانية فيما يتعلق بالمناطق الآمنة التي يسيطر عليها الحكومة الشرعية، تحتاج أيضا لنوع معين من هذا واضح. أستاذ وليد الأبار، أشكرك جزيلا، مدير مركز دراسات في وزارة حقوق الإنسان وليد الأبار، كنت معنا من القاهرة. وأختم بسؤال أخير مع السيد جمال بالفقيه منسق العام للجنة العليا للإغاثة من عدن. أستاذ جمال، المتوقع من مؤتمر الغد وإلي حد هناك تفاؤل بأن هذا المؤتمر سيخفف من معاناة اليمنيين. الحقيقة المؤتمر خط استجابة 2019 طبعا هو لا يختلف عن سابقيه، هو طبعا بتتم إقرار خطة الاستجابة الذي تم عرضها لكثير سواء كان الحكومة أو قد نوقشت سابقا. هي بتركز طبعا على الأمن الغذائي وعلى الإصحاح البيئي وعلى الصحة. هنا السؤال يطرحه هو يعني هل ستكون الحكومة في المستقبل يعني عند خطة الاستجابة لها يد في عملية المراقبة والمتابعة؟ طبعا في نفس الوقت اتمنى من خلال هذا المؤتمر ان تتم ادانه صريحه في المؤتمر على المرج الاساسي في عمليه عدم ادخال العمل الانساني والاغاثي الى المواطنين خاصه في المناطق الحوثي، كذلك عمليه نقل مكاتبهم الى العاصمه الاقتصاديه عدن، خاصه عدن تشهد استقرار اقتصادي واستقرار كبير جدا امني في خلال ان نقلهم لمكاتبهم للعاصمة الاقتصاديه ستكون قريبه من الحكومه، ستكون النقاشات تكون افضل وافضل وافضل من سابق. عمليه طبعا الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه وكذلك الامارات العربيه المتحده سيكون اول الداعمين لهذا المؤتمر مثل السابقين، وبس اللهم نتمنى ان تكون في تنظيم العمل الانساني واللغاتي وفي مراقبه ومتابعه بشكل اكبر. واعتقد وجود دوله رئيس الوزراء في المؤتمر سيطرح كثير من النقاط التي ممكن تكون في مصلحه المواطن في مصلحه العمل الانساني واللغاتي وايصالها لجميع المواطنين، واتمنى ان يخرج فعلا بقرارات يعني طيبه وفي دعم كبير للمواطن اليمني. وان شاء الله الايام ان شاء الله بتتوضح لنا اكثر واكثر، ونحن نحن سوف نتابع وسوف نقوم باعمال ان شاء الله بتنظيم العمل الانساني والاغاثي لايصال المساعدات لجميع المواطنين. شكرا جزيلا لك جمال بالفقي منسق عام اللجنه العليا للاغاثه، كنت معنا من عدن. وايضا شكر موصول لضيفنا من القاهره مدير مركز الدراسات في وزاره حقوق الانسان وليد الاباره. بهذا وصلنا معكم الى ختام حلقه هذا المساء من زوايا الحدث. في الختام تحيه طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل مهرب ومجد في أمان الله.